اظهر يا شينرون، أريد منك تحقيق أمنية واحدة. سأنفذ لك أي أمنية. هل تعرف شيئا عن زعيم السيان المذهل؟ لهذا لن يستطيع الزعيم بيروس تدمير الأرض. في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أحضره إلى هنا في هذا الوقت. ماذا قلت؟ يمكنني أن أخبرك عن طريقة لإحضاره إلى هنا إذا تآلف خمسة من السايان الخيرين معا ونفخوا أنفاسهم على شخص آخر من السايان، سيصير زعيم السايان المذهل الذي تبحث عنه. لما لا تعرف شيئا مهما كهذا؟ وداعا أيها الزعيم. أرجوكم وحدوا قلوبكم. انظروا إلى بطن فيديل. أذلك هو الزعيم؟ بطاقته الآن مختلفة عن المرة السابقة كثيرا. ترى ما هذا؟ كاكاروت. يبدو أن الأمر يستحق الانتظار. الآن بدأت أشعر بالحماسة.